وما زال زلزال تركيا وسوريا للأسف هو الترند على كل السوشيال ميديا. السوشيال ميديا كلها مهتمة جدا ومتابعة بشكل كبير جدا اللي بيحصل في سوريا وتركيا. الموت حتى بتاع السوشيال ميديا كل حقيقة حزين جدا على اللي حصل جراء هذا الزلزال. يعني مثلا لو هنفتح الفيسبوك هنلاقي فيديوز وصور تقطع القلب. أول ما بنشوف الفيديوز دي حقيقة يمكن مقاطع صعبة جدا، نقول بلاش فيسبوك ونروح على تيك توك أو إنستغرام نلاقي نفس الشيء. فيديوهات حقيقي أقل ما يقال عنها إنها جرعة مكثفة جدا من الحزن، وده طبعا بقى منعكس على كل الناس. عشان كده جه في بالنا سؤال مهم جدا، وهو إزاي نقدر نحمي نفسنا من أي طاقة سلبية ممكن تجيلنا من السوشيال ميديا. وهنا الحقيقة مش بنتكلم بس عن موضوع الزلزال، لأنه ده موضوع الحقيقة يعني يستاهل إن احنا نزعل، ويستاهل إن احنا كمان يعني نؤازر إخواتنا في سوريا وأيضا في تركيا. طبعا ربنا يعني إن شاء الله يشفي كل المرضى أو المصابين، وكمان يعني يرحم الضحايا ويصبر أهليهم. طيب بس برضو ده بيعكس يعني وبيسيب مساحة كبيرة للاكتئاب. طب إيه الحل؟ هل ما ندخلش على السوشيال ميديا خالص؟ أكيد ما بقاش ينفع، لأنها مع الأسف الشديد بقت جزء من حياتنا اليومية. طب نعمل إيه؟ إزاي ما نخليش حاجة بنشوفها أو بنقرأ عنها على السوشيال ميديا تؤثر علينا بالسلب؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي من دكتور هشام رامي، أستاذ الطب النفسي بكلية الطب جامعة عين شمس وأمين عام الجمعية المصرية للطب النفسي. بنرحب بحضرتك يا دكتور، أهلا بيك معنا في ترانز. اهلا بيك استاذة جومانة، واهلا بالسادة المشاهدين يا فندم. اهلا بحضرتك. يعني واحنا بنتكلم، لو هنتكلم على موقف او حادثة زي حادثة الزلزال اللي حصل في تركيا وسوريا، يمكن الحالة دي تحديدا تستاهل ان احنا نبقى حاسين باسر الضحايا، ونبقى حاسين كمان بالمرضى، نبقى مدركين واقع الامر اكيد، لكن في نفس الوقت بتنعكس علينا بشكل سلبي، واكيد بتسيب في نفوسنا اثر يعني صعب. بشكل عام يا دكتور، ازاي نقدر نحمي نفسنا من الطاقة السلبية اللي بقت موجودة على السوشيال ميديا، حتى لو بالفعل احنا يعني حاسين او الحادثة تستاهل ان احنا نبقى مهتمين بيها؟ بص يا فندم، الطبيعي ان احنا نتفاعل مع الاحداث، لكن يجب ان يكون تفاعلنا مناسب ومتناسب مع الحدث. يعني حدث ضخم زي اللي حصل في زلزال تركيا وسوريا والضحايا، اكيد انا بتفاعل واكيد بشعر بالاسى واكيد بشعر بالحزن على الضحايا، ولكن هذا الشعور يجب ان يكون مناسبا للحدث ومتناسب في الدرجه، ما يسيطرش على حياتي كلها، ما يعطلنيش عن حياتي، ما يعطلنيش عن العمل. بالعكس احنا بنقول ايه؟ نحوله لطاقه ايجابيه تدفعني لمساعدتهم او تقديم العون ليهم، او حتى دعوة الآخرين هم يقدمون الدعم أو المساعدة للناس دي. إذن إحنا عاوزين ننمي حاجة عندنا كده بنسميها الصلابة النفسية. دي حاجة ربنا خليها فينا كلنا كبشر، ست أو راجل، بنت أو ولد، طفل أو كبير، بتساعدنا إن إحنا نتفاعل ولكن نرد بسرعة لحالتنا الطبيعية وما نخليش هذا التفاعل يأثر على حياتنا. ننميها إزاي؟ دي مهارة زي أي مهارة في الدنيا، كل ما بمارسها أكتر وبنميها منذ الصغر كل ما تبقى موجودة عندنا. بس هي يا دكتور تبقى متفاوتة من شخص لشخص، مظبوط؟ ده بالتأكيد زي أي مهارة في الدنيا، ولكن من رحمة ربنا عليها إن إحنا ممكن ننميها ونقويها عشان نقدر نتعامل بيها مع اللي احنا بنشعر بيه دلوقتي من سوشيال ميديا ووسائل الاعلام والكلام اللي حضرتك ذكرتيه كله. الحاجه بقى اللي بتساعدنا كمان غير هذه المهاره هي الدعم الاجتماعي. بمعنى ايه؟ بقعد مع اسرتي، بقعد مع اصدقائي، ما اكتمش افكاري جوايا، اشارك الاخرين فيما افكر فيه، اشوفهم هم وجهه نظرهم ايه، هم برضو رايهم ايه. الحاجه لما بتطلع برانا بتاخد حجمها الطبيعي، لكن لما اسيبها متخزنه وعماله اتعرض لها مره ورا الثانيه بتاخد حجم كبير. بس دي نقطه كمان مهمه يا دكتور، هي في ناس ما عندهمش في ناس ما عندهمش المهاره دي، في ناس ما بتعرفش تتكلم، يعني في ناس ما بتعرفش حتى تخرج تنقل افكارها، يعني حتى لو عايز تتكلم ما يبقاش عندها القدره او المهاره انها تنقل افكارها ومشاعرها لكلام او اللي قدامها. هنا عندنا حلين، كويس ولا لا؟ يا اما اصدقائي او بقيه اقاربي افراد عائلتي بيشجعوني ان انا اتكلم ويقولوا لي ويقعدوا يزنوا عليا لغايه ما اطلع اللي جوايا، او ان انا اطلعها كتابه، او حتى بنشجع ده في الاطفال والمراهقين يرسموها. المهم ان الحاجه تطلع برايا.
الحاجة التانية هي اني ما اقضيش وقتي كله على السوشيال ميديا او بتفرج على وسائل الاعلام. زي ما احنا بنقول مش هنقدر نمنع الناس عن الكلام ده، وانا لا اوافق على المنع لان هي زي ما هي مضرة هي مفيدة. طبعا بنقسم وقتنا على اشياء كثيرة، ما بنضعش كل البيض في سلة واحدة. لا، بيبقى عندي وقت للسوشيال ميديا، وقت للاعلام، وقت ان انا اعمل رياضة أسهلها هي إن أنا أنزل أتمشى، وقت إن أنا أكلم أصدقائي، وقت إن أنا أمارس هواية بحبها، وقت إن أنا أروح شغلي أو أذاكر مذاكرتي. طول ما اليوم مقسم إلى أجزاء، ويا سلام لما تكون منظمة بطريقة يعني مرتبة جدا، كل ده بيساعدني على التغلب على أي مصاعب في أي جهة فيهم. الحاجة الثالثة بقى ودي مهمة جدا، روحانياتنا مسلمين أو مسيحيين، دايما الإيمان الداخلي بيدينا قوة على التغلب على المصاعب، لأني دايما بقول إيه؟ كل شيء في إيد ربنا في الآخر، كل شيء في الآخر ربنا مقدرته، واللي مكتوب على الجبين هنشوفه العين، هذا الإيمان الداخلي بوجود ربنا في حياتنا، وإنه أكيد مش هيعوز لنا حاجة وحشة، وإنه أكيد هيقف جنبنا، وحتى لو حصل حاجة وحشة، ده مجرد اختبار من ربنا وهيكافئنا عليه، ده بيدينا راحة نفسية غير عادية. طبعًا. وبيقلل الطاقة السلبية اللي جوانا. لو كل ده ما نفعش، وده ممكن طبعًا ما ينفعش طبعًا لأن ساعات الأحداث بتبقى غير عادية، بنقول نلجأ ليه بعض المساعدة المهنية. نلجأ للمتخصصين هنا في الوقت بالظبط يا فندم. هنا ساعتها بقى لو كل ده فشل نروح للمتخصصين، لكن 99% ده بينجح، وخصوصا فكرة تنظيم الوقت، وان انا بقى عندي انشطة اخرى غير ان انا قاعد طول الوقت على السوشيال ميديا او على وسائل الاعلام. طيب دكتور، لو حد مثلا طول الوقت هو بيقلب على السوشيال ميديا، شاف طبعا حاجة ضايقته، قرى حاجة ضايقته، شاف حاجة ممكن تكون يعني محزنة أو يعني مشاهد صعبة وجنبه أطفال، تمام، يعني في ناس في ناس مدرستها إن هي تقول لأ أنا لازم يبقى قاعد وشايف اللي بيحصل حواليه، وإن هو أنمي عنده روح المؤازرة وروح إنه يحس بالناس، وفي ناس تقول لأ ما خليهوش يشوف المشاهد دي. حضرتك مع إيه يا فندم؟ أنا مع رد فعل الشخص الناضج. الأطفال ما هم إلا إنعكاس لمشاعر أهلهم، مشاعر الناس الكبار اللي في حياتهم. فأنا لو بتفرج على الحاجة وكان تفاعلي منطقي ورد فعلي عقلاني ومناسب، الأطفال هيبقى تأثرهم زي بالظبط، إنهم هيبصوا على الحاجة بطريقة عقلانية وبطريقة إيه؟ لا يخشونها. هم ما بيشوفوش الحاجة وحشة ولا حلوة ولا مخيفة ولا مش مخيفة، هم عندهم كده زي مجسات بتشوف هل الكبير اللي هو ابويا او امي او اخويا الكبير او اي حد من اقاربي خاف ولا ما خافش، زعل ولا ما زعلش، انهار ولا ما انهارش. يعني هم بنسموهم سفنجه لمشاعرنا، بيقلدونا، بيشعروا كما نشعر. فلو هوريهم او هوريهمش، اهم حاجه ان انا اكون عندي حاجه اسمها ثبات انفعالي، ما انهارش قدامهم، ما احسشهمش ان الموضوع كارثي. لا، دي مشكله وحاجه وحشه، واللي احنا اللي هنعمله ان احنا هنساعد الاخرين. يعني دايما احول المحنه الى منحه، ان انا هساعد، ان انا هبقى انسان كويس. فالاطفال انعكاس لينا، فمهم بقى ساعتها ان الاهل يتعاملوا بثبات انفعالي كويس. طيب دكتور، بعيدا بقى عن السوشيال ميديا، لو طول الوقت احنا في الحياه بشكل عام بنتعرض لمواقف ممكن تكون صعبه، ممكن نتحط في موقف يؤثر علينا بشكل سلبي، يضايقنا، يكئبنا، يعني اي مكان في مواقف زي دي كتيره، ازاي نتصرف في اي موقف حتى لو بالفعل يعني كان موقف صعب علينا او موقف حزين او شيء حزين جدا بالنسبه للشخص؟ يبقى بص يا استاذه جمانه، اهم حاجه ان الواحد يقر بمدى صعوبه الموقف، وان من حقه يزعل ومن حقه يخاف بس النقطه دي ومن حقه غير يغضب. بس خليني بس اقف عند حضرتك عند النقطه دي تحديدا يا دكتور. دي تتعارض مع فكره انه ما نفكرش في الامور السلبيه؟ لا 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 لا، مش لا تتعارض خالص. صح، لا تتعارض اطلاقا. انا لازم اتفاعل ولازم اتعرف على نوع تفاعلي. يعني مهم قوي نعلم اولادنا، بناتنا، كبراتنا، جدودنا، ابائنا، ان احنا من حقنا نتفاعل، وازاي نتعرف على مشاعرنا ونقول ان احنا بنشعر بكده. اول ما اعمل كده بعديها احول بقى هذا الشعور انه بدل ما حاجه بتعطلني عن حياتي او مؤلمه بزياده، الى طب اعمل ايه بقى؟ اتعامل مع هذه المشكله ازاي؟ هل ممكن اتعلم حاجه من المحنه دي؟ هل ممكن دي حاجه تفيدني بعد كده؟ هل ممكن المحنه دي احولها الى حاجه تساعدني
وحاجه تساعد اللي حواليا، يعني من احلى الحاجات اللي احنا بنشوفها في العالم الغربي ونفسنا تبقى في مصر، واكيد في امثله في مصر بس انا ما اعرفهاش، ان زي حد بيمر بمحنه شخصيه زي مثلا بعد الشر بعد الشر بعد الشر وفاه احد ولاده في حادثه عربيه او اصابه بمرض معين، انه بعد ما بيحزن على ابنه او بيحزن على بنته بيتحول الى ايه؟ داعم لايجاد علاج لهذا المرض. لا في امثله هنا كتير يا دكتور. تقليل الحوادث في العربيات. لا لا موجوده طبعا. اللي اسمه التفكير الايجابي، مش ان انا ما احزنش، ان انا احول حزني الى شيء بعمله عشان ما يتكررش هذا الموضوع مره ثانيه. ده اللي نفسنا يكون ده دايما ايه؟ طريقتنا في التعامل مع الناس. زي ما حضرتك قلت يا دكتور، هي في الاول محتاجه مهاره الصلابه النفسيه، لان هي اللي بتفرق فعلا زي ما حضرتك قلت. طيب اخيرا يا دكتور، هرجع تاني لمشاهد الزلزال اللي على السوشيال ميديا. في ناس كتير لحد دلوقتي من كتر كثافه الفيديوز اللي موجوده على السوشيال ميديا لمنازل بقى طبعا وقعت واطفال، ويعني مشاهد برضو صعبه. في ناس في حقيقي المشاهد دي مش راضيه تروح من دماغها طبعا. ايه المفروض يحصل في الوقت ده؟ بنعمل حاجه اسمها ديبريفنج، اللي هي باللغه العربيه تفريغ. يبقى اول حاجه بنعملها ان احنا بنقعد مع الناس دي وبنقول لهم قولوا لنا بالظبط انتوا بتشوفوا ايه، قولوا لنا وانتوا بتشوفوا الحاجات دي او الذكريات اللي شغاله في دماغ حضراتكم دي معاها مشاعر شكلها ايه، بتخليك تحس بايه بالظبط، مدى الالم اللي عندك، بيفرغ اللي جواه من افكار ومن مشاعر. رقم اثنين بنبتدي نعيده الى الحياه، بنسميها ان يندمج في حياته الطبيعيه مره ثانيه، ومع الوقت ده يختفي في معظم الناس. قله من الناس بيجي لهم مرض احنا بنسميه اضطراب ما بعد الصدمه، ده بقى محتاج علاج، دول اللي ما بيروحش الحاجه بينهم بقى. طبعا هنشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور هشام رامي، استاذ الطب النفسي بكليه الطب جامعه عين شمس وامين عام الجمعيه المصريه للطب النفسي، شرفتنا يا فندم في ترندز.